مشاهدينا اهلا بحضراتكم. الفنان القدير النجم الجميل علاء مرسي اعلن كلنا الحقيقه بعد ما كشف عن تفاصيل اصابته بسرطان القولون والمواقف اللي تعرض ليها اثناء اكتشافه للمرض ده خلال حلقه جديده من برنامج كلم ربنا مع احمد الخطيب على الراديو 90 90. الناس كلها عايزه تعرف حالته الصحيه وتطمن عليه وتعرف اخباره ايه وايه الجديد عنه. معانا الفنان علاء مرسي بنفسه علشان يطمننا على حالته الصحيه. اهلا بحضرتك ومنورنا والف سلام عليك. الله يسلمك، اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. طمنا عليك كده، صوتك تعبان. انا تمام والله، مفيش حاجه خالص. انا كانت وعكه صحيه ودخلت في مستشفى خاصه وعملوا لي منظار وبس، يعني هي كلها مستقره وما عنديش حاجه. يعني هي الامور انا باخد ادويه وان شاء الله كان في المفروض يبقى في عمليه بعد رمضان، بس الدكتور بعد التحليلات قال لي لا، احنا الحاله مطمئنه وان شاء الله ما نحتاجش العمليه والامور كويسه الحمد لله. يعني باخد ادويه والامور ماشيه كويس جدا. واستقبلت بقى الخبر ده ازاي؟ يعني اكيد الخبر ده ما بيبقاش سهل على اي حد يتقال له، خصوصا لما بيبقى مرض من النوع ده. اكيد دلوقتي العلم بقى سهل الموضوع شويه والعلاج سهل الموضوع شويه، بس استقبلت الموضوع ازاي يا فنان؟ حاجه والله، يعني انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل حاجه والامور وكل اللي بيعمله ربنا كويس. وانا يعني يعني الواحد دايما بيستقبل اي مواضيع بالخير ويقول الحمد لله، لانه انت كلنا معرضين طبعا لاي وعكه، ولكن المهم جدا انك انت تقول الحمد لله. طبعا الحمد لله والحمد لله. يعني انا الامل دايما في ربنا بالخير والشفاء والحمد لله، وربنا يا رب يا رب يا رب. مين اللي معاك دايما؟ مين اللي معاك دايما؟ والله كل من اهلي واولادي. طيبه كتير انت؟ اصحابي كمان كتير، يعني انا تقريبا الوطن الفني كله، يعني الاجيال المتتابعه والمختلفه الناس كلها بيحبوك. الحمد لله، ده نعمه كبيره الحمد وده لله. من اهم الحاجات، يعني بتديني طاقه ايجابيه وبتديني يعني قوه، وانه معانا كبيره جدا من اصحابي واحبابي وزملائي الحمد لله معايا كلهم. ويمكن تتابعت الفتره اللي فاتت من جاري معظم اخواتنا الفنانين سابوا صوتهم وكان سافر ورجع فورا جاري. يعني بالعكس، يعني انا مبسوط جدا بالمحبه الكبيره اللي ربنا رزقني بيها الحمد لله، هي دي اهم حاجه. طب الحمد لله. خلينا نروح بقى للفن شويه، يعني ما نبعدش عنك انت. من فيلم ابو نسب لعتبات البهجه دلوقتي في رمضان، كلمنا عن دورك السنه دي في رمضان وعملت ايه برضو خلال الدور ده، وهل كنت عارف ان انت تعبان وانت بتلعب الدور ده ولا كانت لسه ما اكتشفتش؟ يعني فيلم ابو نسب يعني كان قبل هذه المده، ولكن انا لعتبات البهجه يعني انا يمكن تعبت في اثناء التصوير، ولكن هو في بالعكس يعني نزلت التصوير بل التصوير عادي وفعلا سعيد بالتجربه دي، لانه هي تجربه مع كنز فني هو الدكتور يحيى الفرادي. هذا الرجل يعني على المستوى الفني والانساني يعني ثقل كبير جدا من الابداع والامكانيه والقلب الطيب. يعني هذا الرجل يعني انا احب له كل الاحترام والتقدير. انا بسميه كنز دايما، احنا عندنا كنوز فنيه عظيمه طبعا جدا طبعا، هو احدها يعني. وانا هذا الرجل يعني اشتغلت معاه في البدايات في بلاد الحلميه، انا استفدت منه كثير جدا واستمرت صداقتنا سنين طويله حتى الان الى ان التقينا في عتبات البهجه مع الدكتور مدحت العلي ملك الدراما الاستاذ مجدي ابو طبعا نجوم القناه الله حفظ الله وشمال كل العاملين تحت قياده شركه انتاج محترمه زي العبد المرور. يعني انا بالنسبه لي الخطوه دي لطيفه جدا، استمتعت بالشغل معاهم طبعا. اعتقد يعني ان الصدى بتاع المسلسل جميل الحقيقه، عامل صدى حلو لغايه دلوقتي الحقيقه، يعني ثلاث حلقات الحمد لله. وانتظر انا طبعا في النص الثاني بقى من رمضان عرض كمان مسلسل كوبرا مع النجم محمد امام والاستاذ احمد شفيق المخرج
والمنتجه مها سليم وقصف كبير جدا من النجوم المختلفي الابداعات يعني والاجيال موجوده في هذا العمل ان شاء الله ربنا يكلده بالنجاح. يا رب دايما منور، يا رب دايما منور. مفيش موقف كوميدي بقى او طريف كده حصل معاك في وسط وقت التصوير بتاع عتبات البحر؟ والله هو دايما انا بص يعني هو في كوبرا كان دايما عندي مشاهد اللي هي عارف مشاهد شويه ان انا اخد يعني بتحرك حوالين محمد امام كشخصيه، هو شخصيه كوبرا بخوفه وبعمل له رعب، فكان في مشاهد مطاردات كده فكان بيجينا كريزة ضحك يعني عجيبة جدا، فكان لدرجة ان انا بعمل له رعب فانا كنت انا اللي بخاف. طبعا كل ما كان بيتعطل التصوير بسبب الضحك على الموضوع ده، ولكن انا بستمتع بالتمثيل مع محمد لانه هو فنان مهتم جدا بتفاصيل وبيذاكر جدا وحريص جدا على كل على اللي بيقول جمله حتى من اخواتنا الادوار الصغيره جدا بيبقى مركز فيهم. فمواقف كتير جدا دايما بقى طبعا بضحك من المواقف بتاعه كزبره ومحمود عبد الصمد الشمالي كانوا بيعملوا فيديوهات لطيفه جدا وحكايته اللي اسمه على فيش، فكنا بنهزر معاه كتير جدا يعني احنا الموضوع كواليس المسلسل يعني عارف في اجواء كده محبه وصداقه وحب. اكتشفت انا كزبره ده في الموضوع ده ما كنتش اعرفه العمل ده، ولكن لقيت شخص طيب جدا جدا ومحبوب جدا لما بنتصور في اماكن شعبيه مثلا او في اماكن مفتوحه قد ايه الناس بتجري عليه وبيحبوه، وهو لما قربت منه لقيته انسان لذيذ جدا طيب جدا انسان تلقائي. يعني والله حضرتك اللي جميل وحضرتك اللي محبوب والناس كلها بتحبك حبيبي، وانا بشكرك طبعا انتوا دول يعني بالتقي عندكم ومهتمين بكل تفاصيل الفنانين، وانا ده بشكركم عليه لان انتوا الواجهه بتاعت الفنان والمرآه بتاعتنا دايما. ربنا يخليك حضرتك يعني بالنقد الايجابي او بإظهار الحقيقة أي موضوع، فأنا بشكركم جدا لاهتمامكم طبعا. ربنا يخلي حضرتك ودايما إن شاء الله هنتابع صحة حضرتك باستمرار علشان اللي بيحبوك كتير واللي عايزين يطمنوا عليك كتير. نورتنا الفنان الجميل على بس بشكر ربنا على أحمد وشكرا شكرا أستاذ ربنا يبارك فيك. نورنا الفنان الجميل علاء مرسي وطمنا نوعا ما على حالته الصحية بعد ما أعلن في برنامج كلم ربنا مع أحمد الخطيب على راديو 90 عن اكتشافه لإصابته بسرطان القولون، لكن زي ما سمعتوا المداخلة من الفنان الجميل إن الحالة مستقرة وإن هو متقبل الموضوع بصدر رحب وإن هو راضي بالموضوع، وإحنا بنوعدكم إن إحنا إن شاء الله هنطمن عليه باستمرار. أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.